أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار دروس مادة الفرنسية للمستوى السادس، هنشوفوا الدرس من كتاب للمستوى السادس اللي هو فرونسي براتيك، وهنشوفوا الدرس ديال غرامير اللي كيتعلق بلي برونون كومبليمون اوبجي ديريكت اي كومبليمون اوبجي انديريكت، ونخدموا التمارين صفحة 55 من كتاب فرونسي براتيك للمستوى السادس. إذن on va commencer les exercices. نبداو بسؤال ديال لونترينمون، جو مونترين. إذن بالنسبة لأول سؤال، جونتور لي برونون بيرسونيل اي جانديك سو كي رامبلاس. إذن أول حاجة بالنسبة للبرونون كاين كومبليمون اوبجي ديريكت. إذن هاد كومبليمون اوبجي ديريكت باش كنلقاو في الجملة بحال مفعول به في العربية، كنسولو السؤال كي كوا، يعني هاد كومبليمون اوبجي ديريكت، يعني هاد الاسم باش كنعرفو كومبليمون اوبجي ديريكت كيكون يعني قبل منو لو ولا لا اكسيتيرا ولا لي. بالنسبة للكومبليمون اوبجي انديريكت باش كنعرفو، إذن كنسول سؤال اكي، يعني مثلا اوكي اكي ولا مثلا دو كي ولا اكوا اكسيتيرا، يعني قبل هاد الكومبليمون اوبجي انديريكت هاد الاسم باش كنعرفو كيكون من قبل منو بريبوزيسيون اما ا ولا دو. تري بيان، اذا هاد كومبليمون اوبجي ديريكت و كومبليمون اوبجي انديريكت ممكن نعوضوهم في الجمله باش ما كتكونش مثلا في برودكسيون كريت ولا مثلا باش ما يكونش ركاكه ونعاود نفس كلمه، كنعوضها بواحد برونون اللي هو كيتسمى برونون كومبليمون اوبجي ديريكت ولا انديريكت اللي كيعوض هاد الكلمه. اذا بالنسبه حنا غنشوفو على حسب مثلا اشنو كنعوض كومبليمون اوبجي ديريكت واشنو كنعوض كومبليمون اوبجي انديريكت. اذا هنا قالك في السؤال الاول جونتور لي برونون بيرسونيل اي جانديك سو كي رامبلاس، حنا غنشوفو اشنو كيعوض هاد اوكي هاد البرونون كومبليمون اشنو كيعوض في الجمله. هنا عطاونا مثال، عندنا جو نو دون جامي لي ريبونس او كاماراد كو جيد جو لوي اكسبليك كومون جو في. اذا هنا جو نو دون جامي لي ريبونس اكي، اذا سؤال اكي، اذا هذا اشنو كيتسمى؟ كيتسمى كومبليمون اوبجي انديريكت. اذا هنا عندنا قبل كان عندنا ا قبل، يعني كان عندنا كومبليمون اوبجي انديريكت يعني ا لوي الوغ يعني شخص بيرسون، كان مفرد كنعوضو بلوي اوكي بحال في المثال، كان بلوريال جمع كنعوضو بلور. اذا هذه خاصكم تعرفوها سهله، يعني كان عندنا اكي ولا اوكي اكي يعني كان مفرد كنعوضو بلوي، كان جمع كنعوضو بلور. تري بيان، حنا غنشوفو الجمله بي احمد جو لي في ايير. اذا اشنو غنقولو؟ جي في ايير كي احمد، اذا هاد احمد هو ماذا؟ هو كومبليمون اوبجي ديريكت، كومبليمون اوبجي ديريكت. اذا اول حاجه كان عندي كومبليمون اوبجي ديريكت، كان عندي مفرد مذكر كنعوض بهاش بلو، كان عندي مفرد مؤنث كنعوض بلا، كان عندي جمع كان مفرد يعني كان مؤنث او اوكي او مذكر كنعوضو بلي. هنا اشنو عندي؟ عندي احمد مفرد مذكر عوضناه بلو، لو ولكن جات مع يعني دو فوايل متابعين حذفنا ما سبق وعملنا ابوستروف. اذا هنا علاش غنسطر؟ غنسطر على احمد اوكي. اذا وباش عوضنا؟ اذا عندنا هنا احمد. تري بيان، باش عوضنا؟ عوضنا بكوا؟ عوضنا ب ال ابوستروف اللي هي اوكي اللي هي لو. تري بيان، اذا هنا غندورو على ماذا؟ غندورو على هنايا على باش عوضنا احمد بهذا بلو. Très bien. Amchou Joumla C. On racontait les contes et maintenant on les publie. Iden, on racontait les contes. On racontait quoi? Quoi? Iden, hna achnou عندنا غير انا كنكتبلكم باش عرفو اشنو كاين. هادي complément objet direct. سولنا وعطانا سؤال، سولنا كوا وعطانا الجواب لي كونت، وباش عرفناها ان قبل الاسم كاين لي، يعني هذا complément objet quoi direct. Très bien. اذا هنا الكومبليمون اوبجي ديريكت هو لي كونت. اذا باش عوضنا لي كونت؟ عوضناها كيما هنا حيت عندنا بلوريل، عوضناها بماذا؟ عوضناها بلي. اذا هنا غنجي وندور على لي. تري بيان، دابا غنمشي الجمله المواليه اللي هي دي بريزيرفون نوتر بلانيت سي نوتر دوفوار دو لا بروتيجي. بريزيرفون كوا؟ اذا بريزيرفون سولنا السؤال كوا. اذا شنو هذا؟ هذا كومبليمون اوبجي كوا ديريكت، نوتر بلانيت كومبليمون اوبجي ديريكت.
إذن هنا عندنا لا بلانيت مفرد مؤنث وعندنا كومبليمون اوبجيكت باش غنعوضو. إذن بعدا نسطرو على نوتر بلانيت اللي هي كومبليمون اوبجيكت تري بيان اوكي. باش عوضناها عوضناها ببرونو كومبليمون اوبجيكت اللي هو ماذا اللي هو كوا لا وغنقولو دو لا بروتيج. إذن هنا كيما شفنا عندنا بالنسبه للجمله الاولى اشنو عوضنا عوضنا اوكي كيما غنعملو هنا في المثال عوضنا هاد لو باش باب احمد وهنايا عوضنا هاد لي ب باش عوضنا لي يعني عوضت لي كونت. وبالنسبه لهاد لا عوضت نوتر بلا بلانيت اوكي تري بيان. ننتقلوا للسؤال الموالي. اذا باقي لينا او ما كملناهاش. اذا باقي لنا واحد جمله اي دو كومبورتمون سيتويان دو جو فولي رابلي اي دي كومبورتمون سيتويان عندك يعني عندك تصرفات او عندك اوكي افعال ديال المواطنه اوكي دو خاصني نذكركم بها وجو فولي رابلي نذكروها. اذا هاد لي كومبورتمون هاد لي كومبورتمون اي دي كومبورتمون سيتويان اذا هاد كومبورتمون اوكي هي الكومبليمون اوبجي افيفو دي كومبورتمون. اذا هذه هي كومبليمون اوبجي كوا ديريكت. اذا نسطرو بعدا على دي كومبورتمون اوكي الوغ هنا فولي رابلي. اذا هنا بالنسبه لفولي رابلي اذا شنو عندنا رابلي عندنا قبل منها لي وهاد لي اشنو كتعوض كتعوض كومبورتمون. اذا هنا بالنسبه لكومبورتمون اذا هنا هي يعني عوضناها بالبرونو لي. اذا اول حاجه هنا باش تجيكم الجمله سهله. اذا بالنسبه لهاد اوكي هاد دي عوضناها اذا هنا بالنسبه للكومبورتمون دي كومبورتمون عوضناها بكوا عوضناها بلي. اذا هنا بالنسبه لي عوضناها بكوا بدي كون دي كومبورتمون. انتقل للسؤال الثاني. je remplace les mots en gras par un pronom personnel complément objet direct ou complément objet indirect. très bien. اذا نشوفوا nous protégeons quoi la planète. اذا هاد لا بلانيت هي سونا السؤال كوا اذا هادي complément objet direct اوكي. اذا هادي عندنا مفرد مؤنث لا بلانيت نعوضوها بلا وغنقولوا الجمله essayez de voir نقولوا كوا nous la protégeons. اذا نقولوا ne la protégeons عوضنا la planète بلا وغنقولوا nous le ne la protégeons. très bien. اذا nous la عوضنا la planète بلا وغنقولوا nous la protégeons. نمشيو للجمله ب. on a proposé à notre professeur d'organiser une journée de comportement citoyen. on a proposé à qui لمن. اذا هنا قبل الاسم كاينه بريبوزيسيون اذا هذا كومبليمون اوبجي انديريكت. ملي كتكون عندنا ا وعندنا من بعد مفرد مذكر كنعملو لوي كان عندنا ا ومن بعدها جمع كيكون عندنا لو. اذا هنا عندنا مفرد مذكر اشنو غنقولو اذا نكتبو الجمله هنايا او اوكي اون اوكي هنايا اشنو عندنا اون لوي يا بروبوزي اوكي اون لوي يا بروبوزي اوكي عندنا قبل اذا غنقولو اون لوي يا بروبوزي. اذا افون هنايا حيت عندنا هنايا الفيرب اذا هنا passé composé on va dire on lui a proposé d'organiser. très bien. تقلو الكيسيون سويفونت. اذا هنا بالنسبه عملنا هنا عودنا ان اوتر بروفيسور بلوي ولوي فير يعني هنا ممكن نعمل واحد برونون كومبليمون اوبجي دايركت هنا عندنا برونون كومبليمون اوبجي انديركت كيكون قبل الفعل وغا يكون عندنا هنايا عندنا باسي كومبوزي نقولوا on lui a proposé d'organiser. نمشيو سي لو ديكتور كونساي او زيلف. اذا فينا هو الكومبليمون هو هذا. اذا غنشوفو واش كومبليمون اوبجي دايركت ولا انديركت. اول حاجه غنسولو السؤال لو ديكتور كونساي اذا كي اذا اكي اذا النصيحه لمن موجهه الى من. اذا هنا عندنا هنا ا شي واحد يعني اكن مفرد كنعوضوه بلوي اكن جمع كنعوضوه باش بلور. هنا عندنا جمع اذا غنعوضوه بلور وغيكون لور فين غتكون خاصها تكون قبل الفعل وغنقولو لو ديريكتور اوكي غنعملو لور لور كوا لور كونساي لور كونساي اوكي تري بيان. اسكو سي كلير نظن واضح. اذا لو ديريكتور لور كونساي ونكملو دو ريسبكتي اوكي لومبلوا دو طون
اذا نكملوا الجمله ديالنا عاديه. اذا غنشوف دابا السؤال الموالي. اذا بالنسبه للكيسيون هنا سويفونت، اذا هنا عندنا ايفالياسيون، نشوفوا واش فهمنا ولا لا. لي دي دوفينيت دو كوا ساجيتيل، اذا هنا عندنا ا بي سي دي، عندنا واحد الكومبليمون برونو كيعوض شي حاجه حنا نحدو هذه. اذا هذا هنا قوانين السير او لي كود دو روت. نو لي سيكليس اون لو بورت بور كو لي فواتور نو فوا دو لوان. اذا حنا كسيكليت راكبين الدراجه كنلبسوها باش السيارات يشوفونا من بعيد. اون لو بورت كوا هاد لو، كت هادي برونو كومبليمون اوبجي ديريكت كيعوض واحد الكومبليمون اوبجي ديريكت. كنقولو اون بورت كوا، اون بورت شنو كتعوض؟ كتعوض لو جيلي، ولا كنسميه كوا لو جيلي ريفليشيسون. اذا نكتبو لو جيلي وكنسمي لو جيلي ريفليشيسون، هادي الكلمه كتعوض. هنا غنكتبو غير اشنو ايساجي دو كوا. اذا هنا لو جيلي، اذا هنا عندنا لو جيلي. غنمشيو الجمله الثانيه. دون اون فواتور اون دو لاتاشي، اذا في السياره خصنا نربطوه. اذا اتاشي كوا، هنا هاد الاد ال ابوستروف هي كتعوض، هي برونو كومبليمون كتعوض واحد الكومبليمون اوبجي ديريكت. اتاشي كوا لا سانتور، اذا خصنا نربطو حزام السلامه. اذا هذه كتعوض لا سانتور. اذا غنسطر على، اذا اول حاجه عندنا اون لو بورت، اوكي اشنو كتعوض؟ كتعوض، اذا كتعوض لو جيلي. ثاني حاجه عندنا هاد، هي اصلا لا، هاد لا اشنو كتعوض؟ كتعوض كوا؟ كتعوض لا سانتور. اوكي، وعندنا دابا سؤال سي. لو سيكليت لي غونفل ريغليورمون، اذا عندنا برونو كومبليمون لي، اذا هذا غونفل كوا؟ اذا هذا كومبليمون، اذا برونو كومبليمون اوبجي ديريكت. فين هو الكومبليمون اوبجي ديريكت اللي كيعوضو؟ يعني خاصنا ينفخو كوا، خاصهم ينفخو روايد. اذا هنا كيعوض لنا لي غو، اذا لي غو، اذا شنو هما؟ هما الروايد. اذا هنايا بالنسبه عندنا، هنايا عندنا لي غو. اذا شنو غنقولوا؟ ابغينا نقولوا لو سيكليست غونف ريغليرمون لي رو. اذا غونف لي رو، غونف كوا؟ اذا كومبليمون اوبجي ديريكت باش نعوضو. اذا نعوضو كومبليمون برونون كومبليمون اوبجي ديريكت، حيت عندنا هنا جمع نعوضو بلي، وغنقولوا لي كتجي قبل فعل ونقول لو سيكليست لي غونف. تري بيان، نمشيو الجمله دي. لو سيكليست لو مي بو بروتيجي سا تيت، اذا هنا فين هو كومبليمون اوبجي ديريكت؟ هو لو. اذا برونون كومبليمون هو لو. اذا شنو غنقولوا؟ لو سيكليست مي كوا؟ اشنو باش يبروتيجي لا تيت ديالو؟ اشنو خاصو يلبس؟ خاصو يلبس لو كاسك. اذا هنا شنو غنعملو؟ لو كاسك. اذا غنقولو اذا لو سيكليست مي لو كاسك، اذا هذا كومبليمون اوبجي ديريكت باش نعوضو برونو كومبليمون اوبجي ديريكت اللي هو لو. اسكو سي كلير؟ اذا هنا اشنو قالو لنا؟ اشنو كل برونو كومبليمون اشنو كيعوض؟ تري بيان، ننتقلو لسؤال جوج. Répond aux questions suivantes comme dans l'exemple en employant les pronoms complément objet direct ou le pronom complément objet indirect. بالنسبة للبرونو كومبليمون اوبجي ديريكت كاين ما تو لو لا نو vous les. بالنسبة للبرونو كومبليمون بيرسونيل كومبليمون اوبجي انديريكت كاين ما تو لوي نو vous leur. اذا هنا ا tu fais régulièrement tes devoirs à la maison؟ oui je les fais. اذا هنا عندنا واحد الكومبليمون اوبجي ديريكت اللي هو tes devoirs، عودناها من عن جواب غنقولش وي غنعمل هادوك لي دوفوار، قلنا جو لي في عملتهم. اوكي، حنا نفس الطريقة غنخدمو. بي يسولك ريسبكتو، هنا بالنسبة لبي نقراو السؤال. ريسبكتو لا ناتور، واش كتحافظ على الطبيعة؟ انا غنجاوب شنو غنقول؟ هاد لا ناتور اوكي فيمينا سانغولييه، اذا نعوضها بلا، واشنو غنقول؟ جو كوا؟ اذا هنا، هنا اشنو عندنا؟ اشنو غنقولو؟ جو كوا؟ اذا جو لا ريسبكت، اذا هنا je quoi je la reste je la respecte. اذا نكتبو هنا je la respecte. اذا ما نعملش حيت نعمل يعني التصرف ديال الفيرب في كوا في جو، اذا نعمل او في الاخر. اذا نمشي سي propose tu de l'aide à tes camarades؟ اذا هنا à tes camarades يعني complément objet indirect، وقلنا كتكون ا او بلوريال كنعوضوها بلور. اذا هنا، هنا شنو غنقول؟ je اوكي كوا؟ جو لور بروبوز، جو لور بروبوز، وممكن نكتبو غير جو لور ايد ولا جو لو جو لور بروبوز دو ليد. اوكي، اذا جاوبنا على الجمله. اذا غنمشي الجمله دي. بورتو لو كاسك اون كونديزون لو فيلو؟ واش كت يعني كتركب الكاسك ما كت يعني ما كتقود دراجه او من هنا الى اخره؟ اذا هنايا هاد لو كاسك هو كومبليمون اوبجي ديريكت اللي هو لو، غنعوضو ب لو. اذا شنو غنقول؟ جو لو بورت. اذا غنقولو،
إذن je le porte. OK je le porte. إذن غنمشيو respectu les règles de classe. إذن هاد لي règles complément objet direct غنعوضها بلي وغنقولو الجواب je les respecte. Je les respecte. OK وغنعملو نقطة جاوبنا. هنا ممكن نقولو غير je leur propose بلا ما نكتبو ليت. هنا je le propose هنايا إذن باش يكون جواب يعني مباشر قصير etc. إذن je le propose. إذن je la respecte. Je la respecte. Je leur propose. Je le porte. Je les respecte. Très bien. بهذا نكون سالينا التصحيح ديال هاد ديال هاد الصفحة 55 من كتاب فرونسي براتيك للمستوى السادس. نتمنى نكون فتكم. شكرا وإلى اللقاء.